هنخلص بسرعه اليو اس بي، خلص الحته اللي كانت فاضله فيه، نتكلم على الاي تو سي، ونبتدي في الجزء اللي هو بتاع الديجيتال تو انالوج وانالوج تو ديجيتال. والمره الجايه المره الجايه هيبقى عندكم سيكشن، الحد الجاي الحد اللي بعديه هنخلص الكورس. وانا دكتور حسام اتفقنا هنسيب لكم ويك 13 تعملوا بقى فيه الكويز، تعملوا فيه ريفيجن مع المعيدين، تعملوا اللي انتم عايزينه. فانا هنحاول نخلص ويك 12 اوكي عشان نسيب لكم شويه وقت. تمام. طيب احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على اليو اس بي. الاسبوع اللي فات على اليو اس بي باس اتكلمنا ان هو سيريال ولا بارال باس؟ ده اليونيفرسال سيريال باس، بيشتغل في تري ستراكشر زي اللي قدام حضراتكم دي، بيسيرف اب تو 128 ديفايس. وفي حاجه، في عندي ثلاث انواع من الديفايسز، في حاجه اسمها ماستر، ماستر واحد بس اللي بيدرايف ال 128، وقلنا ان الموبايل ممكن يبقى ماستر وممكن يبقى سليف، ممكن هو كونكت بيه حاجات يبقى ماستر ليهم، وممكن يبقى هو فانكشن او سليف لماستر اللي هو لما بوصله بالكمبيوتر. اوكي؟ الديفايسز غالبا تبقى فانكشنز او سليفز، والفانكشن مش بتريكويست، مش بتعمل اي انتربت للماستر. عندي حاجه اسمها هاب او تفريعه او برانش اوت اللي بتخليني انا اعمل التري دي. اوكي؟ بصينا على السيجنالينج بتاعه، وان ان هو بيستخدم ان ار زي. يعني ايه ان ار زي؟ يعني البلس اني في البيت ديوريشن ببعت القيمه ثابته، ما بغيرش في النص، ده كلمه ان ار زي. بل ان هو بيستخدم ان ار زي انفرتد. يعني ان ار زي انفرتد يعني بيعمل ديفرنشال انكودنج، يعني لما بتجي لي زيرو بعكس اللي كان على الباص، بعكس الفاليو اللي كانت موجوده. لما بيجي لي 1 بفضل زي ما انا. ده بيسموه ان ار زي او ديفرنشال انكودنج او نون ريتيرن تو زيرو انفرتد. وقلنا ان هو برده بينتروديوس حاجه اسمها بيت ستافنج، بيحشر او بيحشي واحد، بيحشي زيرو كل ايه 6 وانز. ليه؟ عشان 6 وانز معناها ان اللاين هيفضل ثابت. اللاين هيفضل ثابت ده هيخليني انسى الكلوك، هيحصل كلوك دريفت. انا بحب يبقى عندي ترانزيشنز كل شويه عشان استخدمها في سينكرونايزيشن، عشان اليو اس بي هو سينكرونس باث. بس لو قعدت الكلوك مره واحده في اول الباكت، لكن في نص الباكت لو ما عنديش حاجه بتفكرني، ما فيش ترانزيشنز، ممكن يحصل ميس ماتش في الفريكونسي، يحصل ميس ماتش في الكلوك. وبالتالي انا بحب كل شويه افكر الريسيفر عن طريق ترانزيشن. لو عندي سته او اكتر، يعني لو سته برضو هحط بعديهم زيرو، لو اكتر من سته نفس الكلام. الريسيفر بيعمل ايه؟ لو لقى حاجه دي سي لمده ست بت ديوريشنز، عارف اللي بعديها دي الزيرو اللي بعديها الترانزيشن دي فيك، ده سندر هو اللي حاططها، دي مش في الداتا. اتفقنا برضو عشان ابعت الباكت ببعت حاجه اسمها السينك باترن. السينك باترن ده سيكونس من 8 بتس، اول 7 اصفار والثامنه دي واحد. 7 اصفار ده معناها ايه؟ هيقعد 7 مرات في الترنيت وفي الاخر هيبقى ثابت عشان يانديكيت بدايه الباكت. يعني هو كده كبتس كان 0000001. كسيجنال على الباص الزيروز معناها الترنيشن، فهيفضل يالترنيت 7 مرات وبعد كده بدايه البت. وكده المفروض بيبقى في حاجات ثانيه اوبشنال هنتكلم فيها بعد شويه. كده ببعت البي لود بتاعي وبعد كده يبقى عندي الاند كونديشن او الاند اوف باكت. وده شكل السيجنال اللي قدامي. اتفضل يا فندم. بصي يا فندم هشرح لك بالتفصيل الممل. اول واحده دي الباكت بتاعتي من هنا لغايه هنا، عشان ابعتها ده سينكرونس باس لازم ابعت قبلها الكلوك. عشان ابعت الكلوك بعت حاجه اسمها السينك باترن. السينك باترن ده عباره عن 7 اصفار وواحد، 7 اصفار وواحد،
لما هبعته على الباص الزيرو بتقل بيبقى مبدل الايه للتشينج. فيكون الايدل كان بيبقى هاي، هبعت 7 اصفار يعني هنزل 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 وكده هبعت 1. ده اللي هيتبعت على الباص. لكن ده البيتس اللي انا ببقى بجهزها عشان ابعتها على الباص. اصبري بس، اللي انا قلته ده في مشكله فيه عندي. شوف انا قلته، طيب انا هنا لاحظت في الباكت ان كان في سيكونس كبير قوي من الوحايد. هعمل ايه كمان؟ هروح مزود زيرو. فايه اللي هيحصل للباكت؟ كبرت بمقدار كام؟ 1، اللي هو مقابل الستافد بيت. الستافد بيت دي اللي هي الزيرو اللي انا حطيته هيبقى مبدا ايه على اللاين؟ للترانزيشن للتشينج. تمام؟ اي مشكله؟ تمام يا فندم. اي سؤال تاني؟ لو جبتوا اليو اس بي 2 قصيتوه هتلاقوا ان هو عباره عن اربع اسلاك، بي بلس وبي ماينس، والاثنين داتا اللي هم الديفرنشال داتا. فاحنا قلنا ان انا ببعت ديفرنشال، يعني ببعت السيجنال وعكسها عشان اعمل كومن مود ريجكشن، ما عدا الستوب كونديشن. الستوب كونديشن او الاند اوف باكيت هتلاقيه ان هو سنجل اندد، الاثنين قيمتهم ايه؟ لو. ده بتنديكيت الاند اوف باكيت كونديشن. يعني انا في الستارت، في الهيدر، في الباكيت، في اي حاجه ديفرنشال الا في الاند اوف باكيت. والاند اوف باكيت مش واخد 2 بيتس، ده واخد حاسبينها بالمايكرو سكند، فمش واخد بيت ديوريشن كامله. السلايد بقى اللي احنا كنا وقفنا عندها الاسبوع اللي فات واخر سلايد في اليو اس بي هي السلايد دي. الباكت في الستاندرد فيها كذا فيلد، مش ستارت ومش اند ومش الاي دي بتاع الباكت، ده فيها كذا فيلد بس فيهم حاجات كتيره اوبشنال. فاول فيلد عندي في الباكت، انتوا لسه ما خدتوش نتوركس مش كده؟ عامه في اي نتورك سيستم او اي كوميونيكيشن سيستم لما باجي ابعت انفورميشن ببعتها في صوره باكت. الباكت بيبقى قبليها حاجه اسمها هيدر. الباكت قبليها حاجه اسمها هيدر بتعرف بعض المعلومات. يعني مثلا في النتورك العاديه بعرف مين الاي دي بتاع او الاي بي بتاع السندر والاي بي بتاع الريسيفر وشويه حاجات كده بتساعد الكوميونيكيشن. نفس الكلام هنا في اليو اس بي، عشان ده كوميونيكيشن ما بين بوينت لبوينت، برده محتاج ان انا اظبط حاجات في الاول. ايه الحاجات اللي هظبطها؟ اول حاجه ببعت السينك باترن اللي هو كان كام بت؟ 8 بت، 7 اصفار و1. ده مانداتوري فيلد، ده مش اوبشنال، ده لازم يبقى موجود. في حاجه اسمها البي اي دي او الباكت اي دي. اوكي، ده بيحدد لي نوع الباكت، التايب بتاعها مش رقمها. اوكي، ده حاجه ابلكيشن سبيسيفيك، دي باكت بتاعت كنترول، باكت بتاعت بتعمل كذا بتعمل كذا، فده بيقول لي اليوزج بتاع الباكت دي. اوكي، فهم 8 بيتس برضو بس 4 منهم يونيك والباقيين ثابتين. يعني عندي كام نوع؟ 2 تو باور 4 يبقى 16. في حاجه اسمها الادرس فيلد. احنا قلنا عندي كام ديفايس ممكن يبقى كونكتد بالماستر الواحد؟ 128. يعني محتاج كام بيت في الادرس؟ محتاج 7. اوكي، هم حاطين 11، هم حاطين الادرس فيلد 11 بيتس، 7 للديفايس و4 زي ما شفنا قبل كده في الاتش بي لو عايزه اكسس مكان معين جوه اليو اس بي ديفايس. اقفل الباب بقى لو سمحت. عايز اكسس لوكيشن معين، عايز اكسس ريجستر معين، عايز اعمل حاجه معينه، فيبقى 7 عشان الديفايس و4 علشان لوكيشن جوه الديفايس. طبعا لو ما عنديش هاب، ما عنديش برانشنج، مش محتاج اللي هو الادرس فيلد، هو ديفايس واحد وخلاص. الستاندرد مش من حقك، ده ستاندرد موجود او ما تبعتش خالص اللي هو 1 تو 1 وهو سلكه واحده مع حد واحد، خلاص مش محتاج. لكن لو عندي بقى برانش اوت
بص اخر بولت بيقول لك ايه؟ Not all buckets have all these fields. بس ايه الماست؟ الستارت اوف باكت والاند اوف باكت والباكت اي دي اللي هو نوع الباكت. لكن الباقي كله ده اوبشنال. ده كنترول ولا انفورميشن؟ ده ابسط حاجه، ابسط حاجه تبص لها. ده حاجه بتريبوت، حاجه بتكونفيجر بارامترز. في حاجه اسمها الفريم نمبر فيلد. ده بقى اللي هو اللي بيساعد الريسيفر على ان هو يرتب لو حصل باكت ميس. ده اللي هو بيرتب، يعني عايز ابعت صوره احطها في 10 ب 10 باكتس، لو واحده من النص وقعت لازم اعرف اني واحده عشان يبعتها لي مره ثانيه. فهو الفريم نمبر ده هو اللي بيقول لي ترتيب الباكت دي في الفريم او في البيج بيكتشر او في الحاجه اللي هي في الكوميونيكيشن سيشن دي. برضو دي اوبشنال. بعد كده البي لود. البي لود ده الكونكشن، ده اللي هو الاكشوال داتا اللي انا ببعتها، دي الحاجه اللي هي المهمه بتاعتي، الانفورميشن بتاعتي. اب تو 1023 اب تو، يعني مش ماست، على حسب برضو الابلكيشن بتاعتي. كيبورد مش محتاج لها البي لود كلها، لكن لو عايز اعمل ترانسفير للهارد ديسك بتاعي لا، عشان اقلل الاوفر هيد هبعت الباكتس الكبيره، فاستخدم الماكسيمم يوزد. فده الماكسيمم فاليو للبي لود بتاعتي اللي هي 1023 بايتس. وكده في حاجه اسمها سي ار سي، دول 5 بيتس. الداتا دي بتوصل من غير اي فريم ولا اي حاجه يا فندم؟ من غير اي فريم. دي بقى الصوره اللي انت عايز تبعتها، الحاجه انت عايز تبعتها على اليو اس بي. دي الداتا دي اللي هي لو هحسب الافشنسي هدي دي الحاجه المفيده بتاعتي، ده تبقى في النيوميريتور فوق. الباقي ده التوتال بتاعي. اوكي؟ يعني دكتور افندم لا، في الباكت الواحده 1024 بايت. عندك عايز تبعت صوره باليو اس بي كيبل، الصوره دي 1 ميجا، هتقسمها كام كيلو؟ 1000 كيلو. هتبعت كل كيلو في باكت هي 1024 او 23. الفريم اي دي، ولا اقول لك بقى الاوردر بتاعها او السيكونس بتاعها او 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 ترتيبها ايه؟ عشان عند الريسيفر يريكونستراكت. تعمل بادنج. سؤال حلو قوي بس مش حسب اوفر هيد. طيب الباشمهندس بيتكلم حاجه مهمه جدا، ان انا لو الباكت بتاعتي اللينس بتاعها صغير لا بحط بادنج، بحط زيرو بادنج، بحط صفار مكان الباقي. افندم انا بحدد له في بدايه الكوميونيكيشن سيشن وبالفيلز الموجوده دي، والديفايس عن ديفايس معروف ان انا لو بتكلم، لو بوصل مثلا مع ماوس عارف اني بتكلم في عدد بايتس قد كذا. طيب السي ار سي او السايكليك ريدندنسي تشيك، ايه حكايه السي ار سي ده؟ خدتوه قبل كده؟ ده زي الباريتي. ده حاجه اسمها ايرور ديتكتنج كود، بديتكت ان حصل ايرور ولا لا. السي ار سي ده عباره عن ماثيماتيكال ايكويشن، ماثيماتيكال فانكشن. الانبوت بتاعها عباره عن ايه؟ البيتس بتاعت الحاجه اللي انا عايز احميها. يعني مثلا هو بيقول لي انا عامل 5 بيتس للادرس، فانا عايز احمي الادرس، فهدخل الانبوت البيتس بتاعت الادرس، هيطلع لي 5 بيتس هم دول السي ار سي. السي ار سي ببساطه ده رقم، رقم ناتج نتيجه حسبه او فانكشن اترنت على الادرس فيلد بس، هيطلع لك رقم. الريسيفر عارف ايه؟ نفس الفانكشن، هيجي له الادرس هيرن نفس الفانكشن، هيطلع له المفروض ايه؟ نفس الرقم. لو الرقم اللي اتحسب عند الريسيفر اختلف عن السي ار سي اللي انا بعته يبقى حصل ايرور. طيب انا عايز احمي كمان الداتا البي لود بتاعي، بس الداتا السايز بتاعها كبير فمحتاج لها سي ار سي اكبر 16 بيتس. اوكي؟ 7 بيتس. الادرس مهم. بكاء الاند اوف، الاند اوف باكت ستروب دي سنجل اندد، التو لاينز بيبقوا زيرو. الهاي سبيد يو اس بي بتبقى 160 نانو سكندز ل 175 نانو سكندز، والهاي سبيد بتبقى سوري دي في اللو سبيد بقى انا اسف صلحوها، بتبقى 1.25 مايكرو ل 1.75 مايكرو في اللو سبيد يو اس بي. اوكي؟ زي ما اتفقنا الاساسيين الستارت والاند والباكت اي دي، وطبعا البيلود لازم يبقى موجود. تمام؟ دول ما فيش فيهم اي هزار، الباقيين دول اوبشنال. زي بالظبط ما خدنا في ار اس 232 كان اهم حاجه الستارت والستوب، دول ما فيش فيهم غنى.
ولازم الباكت اللي هو البيلود لازم يبقى موجود. الفرق الوحيد ان انا ممكن لازم الباكت اي دي ده اذا ماست. اوكي حد عنده اسئله؟ هتبول التو لاينز لو ل 1.725 نانو سكند. مش معرفين دلاله البيتس وما تقوليش ليه. انا ما اعرفش ليه بس هو في الستاندرد قالوا انا بعد ما اخلص الباكت هبول التو لاينز لو للفتره دي. ما هو ده ما احنا وقفنا عشان الوقت كان خلص. انا عدت كل اللي شرحه ما فاتت عشان خاطر السلايد دي بس عشان افكركم باللي حصل. تمام اي اسئله؟ لو احنا ان شاء الله مش مضغوطين يعني ان شاء الله هنلحق وكله هيبقى تمام. هنا الاسئله اللي ممكن اسالها لكم بقى ازاي عشان برضو نبقى عارفين. ممكن نجيب بقى اجيب لكم اسئله في الكونسبت بتاع اليو اس بي. كام حاجه اللي قلناهم في اول الدسكشن النهارده. اجيب لك فايل واقول لك الاوفر هيد بتاعي هيبقى كام. احسب لي الافشنسي, احسب لي التايم لو اديت لك سرعه معينه لليو اس بي, فتبقى عارف ايه اللي هيحصل. تبقى عارف ايه اللي هيحصل لما اجي هبعت. اوكي افندم حرام عليك. حد يجاوب على الباشمهندس ده هو الماستر بعت لك الكلوك. انا ظبطت لك الكلوك بتاعتك. انا ما اعتقدش ان اليو اس بي بيبقى كونكت ليه ديفايسز بطيئه, بس ستيل انا بدات بعت لك الكلوك فانت جنريت كلوك بيزد على اللي انا بعته لك. انا بعت لك 1010 فبعت لك التي بي والادجز بتاعتها بالظبط فين جنريتد لوكالي عندك حتى لو بسوفت وير. طيب انا الاي تو سي ما درستهوش غير من سنتين ثلاثه بس بيزد على طلبات سيادتكم, علشان ناس كتير قوي منكم بيقولوا لي احنا بنستخدمه في الجي بي مش كده او في المشاريع بتاعتكم عامه في سنه ثالثه في الكورس بتاع المعمل حاجات زي كده, فكانوا عايزين يعرفوا الاي تو سي. فهل ضحكوا عليا ولا الكلام ده حقيقه؟ اوكي ما سمعتوش عن الاي تو سي خالص. حد سمع عنه؟ سمعت عنه ايه؟ مالتي ماستر مالتي سليف يعني مالتي بوينت ومالتي بوينت هاي سبيد. اوكي طب ايه اللي خلاه يتشهر كده قوي؟ تو وايرز اربيتريشن مميز. ايه كمان ايه اللي خلاه يتشهر قوي؟ ايوه الكان ده بس لوحده. الميزه بتاعته ان خلالي الديفايسز ممكن احطها قريب من البروسيسور على البي سي بي, اوصل حاجات ببعضيها. اوكي اقدر اعمل نتورك اون تشيب. ان الانترفيس بتاعه ظريف جدا عباره عن اثنين وايرز بس, فخلالي الباكجنج بتاع الاي سيز يبقى صغير اني محتاج بس علشان الباص سلكتين. اوكي فخلاني انا اقدر احط الامبيدد ديفايسز جنب البروسيسور او في البروسيسور على طول, او لو عايز اعمل بي سي بي. فبقى ليه ابلكيشنز كتيره في الكونسيومر الكترونكس وفي الامبيدد سيستمز. اوكي الاي تو سي جايه من الاسم اللي هي انتر انتجريتد سيركت باس, which is good for small area network connecting ICs and the other electronic systems. فهي الفكره ان انا اكونكت اي سيز, اكونكت موديولز على البي سي بي او جنب بعضيهم على على بورده او في سيستم امبيدد صغنطوط. دي الفكره الاساسيه بتاعته. فالفكره الاوريجينال لما جم يعملوه طبعا دلوقتي بقى ليه ابلكيشنز ثانيه, بس في الاوريجين بتاعه كان عشان اوبريت على سنجل بورد او سنجل بي سي بي ابروفايد سينكرونس سيريال سيجنالينج. فده برضو اكزامبل ثاني للسينكرونس. يبقى احنا خدنا الار اس 232 اللي هو مش سينكرونس, وكده خدنا اليو اس بي اللي هو سينكرونس عن طريق اني ببعت الكلوك من السندر من الماستر بيبعت للسليفز او للفانكشنز. وبعد كده خدنا اكزامبل جديد هنلاقي ان في سلكه لوحديها اسمها كلوك.
فزي باشمهندس ما قال عندي سلكتين اثنين بس تو وايرز كاري الانفورميشن بتوين النمبر اوف ديفايسز، سلكه منهم او واير منهم للديتا وسيجنال سلكه منهم للكلوك. دلوقتي المايكرو كنترولرز الاي بي روم الريل تايمر الانترفيس شيبس الال سي دي درايفرز دي كونفرترز ليها انترفيس عشان اوصلها على طول بالكنترولرز وبعضيهم واقدر استخدم النوع ده من الكوميونيكيشن. احنا شفنا مثلا في اليو اس بي كانوا كام؟ كانوا 4 داتا بلس داتا ماينس و في بلس وفي ماينس كانوا 4 اليو اس بي 3 وتايب سي 9 بس 9 9 وايرز وستيل سيريال. في حاجه ثانيه بيستخدموا في فانكشنز ثانيه الار اس 232 كان ترانسميت داخل عند الريسيف والريسيف داخل عند الترانسميت وكان داخل لك شويه حاجات جراوند وفي سي سي كان هم برضه كانوا 25 بن نزلوا 9 بنز لكن ده مجرد 2 بنز بس. يا فندم داتا بلس داتا ماينس فولتج بلس فولتج ماينس اهو ديفرنشال سيجنال عشان كومن مود ريجكشن قلناها. الفولتج ده بيبقى ثابت عشان تباور بيه الديفايس عشان عامل حكايه البلاج اند بلاي الهوت بلاج اند بلاي اللي كان اكتشاف بقى اكتشاف عظيم ساعتها دلوقتي بشحن بيه ده باور ده يعني 9 فولت ثابته على طول بشحن بيها الحاجه فدي متوصله على الباور جنريتور لكن الداتا دي متوصله على ريجسترز اللي بحط فيها الداتا او اقرا منها الداتا فدي متوصله بحاجه دي متوصله بحاجه ثانيه خالص. طيب دلوقتي انت كنت بتبقى محتاج عشان توصل يو اس بي او ار اس 2 كونكتور وتوصل بحاجه وتحط دي على بورده ودي ليها كونكتور ودي كونكتور وتوصل كونكتور بكونكتور وعندك سلك. دلوقتي لو انت كل اللي محتاجه 2 بنز بس هل هتوجع دماغك وتجيب كونكتور وسلك وتوصلهم ببعض ولا ممكن تجيب بس سلكايه وتقصها وتحطها في البي سي بي او تحطها في البريد بورد ولا في اي حاجه؟ السيريال كله كده بس انت الفكره ان انت هم سلكتين اتنين بس بس لو صبرت عليا عشان توصل 10000 حاجه محتاج بس توصل يعني توصل يعني ممكن ده يبقى عباره عن سلكه حقيره يعني انت جبتها من المعمل ولا اي حاجه توصلها من هنا لهنا وكده توصلها من هنا لهنا وكده توصلها من هنا لهنا توصلها لحام على البي سي بي مش محتاج بس معنى كلمه بس. أكيد طبعا. أنت دلوقتي كل أنت بتعمله مثلا عندك اي دي سي. اي دي سي عايز تركبه وتدخله على المايكرو كنترولر وعايز يتكلموا مع بعضيهم. كل اللي بتعمله الاي دي سي بتوصله للفي سي سي بتوصله الحاجات بتاعته والجراوند بتشغله زي هو زي كانك بتشغل لها باور بتاعتها بالباور الاي سي. عايز يتكلم بقى مع المايكرو كنترولر تاخد سكتين اتنين بس الكلوك بالكلوك والديتا بالديتا بقى عندك بس والباقي كله هيبقى سوفت وير كونفجريشن على مايكرو كنترولر تمام. اوكي يا شباب فزي اي سيريال باس الداتا ترانسميشن ريت از فيري ريليتيفلي لو اوريجينالي كان 100 كيلو الفاست مود بقى 400 كيلو ودلوقتي بقى في هاي سبيد مودز بقت ديفاين تبقى 3.4 ميجا بيتس بير سكند بيريديوس البورد سبيس والكوست باي الاوينج اليوز اوف الاي سي وذ فيور بنز اند سمولر باكجز بصغر الباكجينج بتاع الاي سيز وعدد البنز بتاعتهم بريديوس الكومبلكستي بتاعت الانتر كونكت هم مجرد سلكتين اتنين بس بوصلهم سواء بوصلهم على بي سي بي او بوصلهم بسلك عادي
allowing visually controlled components to be located close to their point of view. زي ما كنا بنتكلم عايز احط اي دي سي احطه جنب البروسيسور على طول، مش لازم اوصله على بورده واحط البورده دي في حته واركبها في راك واوصلها بعد كده بالكنترولر. انا بحط جنب البي سي بي كل كومبوننتس واوصلهم ببعضيهم وخلاص. فالكاركترستكس بتاعت الاي تو سي باص، الكاركترستكس دي ديفايند في السبيسيفيكيشنز او في الستاندرد. عندي اثنين وايرز، اثنين سيريال وايرز، واحد فور داتا اللي هو الاس دي اي، واحد فور كلوك اللي هو الاس سي ال، وفور ريلايبل اوبريشن ا ثيرد لاين او سلكه ثالثه مستخدمه اللي هي الكومن جراوند، بوصل الجراوند بالجراوند جاست فور اكسترا ريلايبيليتي. الكاركترستكس او الستاندرد بيديفاين ليا الستارت والستوب كونديشنز، ومعلش يعني اتنشن معايا لما اجي اشرحهم ان هم بيلخبطوا مش ستريت فورورد زي الباقيين. انا زي ما كان عندي حاجه واضحه اسمها ستارت اوف باكيت وحاجه واضحه اسمها اند اوف باكيت، لا هنا الكونديشن هو معرف كونديشن للستارت اوف باكيت وكونديشن تاني لو حصل ده معناه اند اوف باكيت. في سليف سيلكشن يا فندم، بيتس انت عارف البيتس الباترن ده لو جه انا عارف ان هو ده بدايه باكت او نهايه باكت اوكي، لكن لما يحصل حاجه بشكل وحصل بشكل تاني يبقى ده بتنديكيت لي لما بيحصل يعني ايفنت، الايفنت ده بترجمه للستارت او للستوب، مش بيت بتبعتها مش بيت بتبعتها قيمه معينه. انت لما بتبعت سيكونس من بيتس بتقول ده ستارت اوف باكت، انت بعت قيمه بتقول لك ده ستارت اوف باكت، لكن هنا في ايفنت هيحصل، لو الايفنت ده حصل ترجمه ان هو ده ستارت اوف باكت. هيبقى كونديشن، لو الكونديشن ده حصل ده معناه انت لما بدايه الباكت او نهايه الباكت اوكي. ممكن يبقى عندي اختار من السليفز يوزنج 7 بيتس، وممكن يبقوا اكستندد في الفيرجنز الجديده يبقوا 10 بيتس عشان اختار اني سليف او اقول مين اني الادرس بتاع السليف هو مين اوكي. ده باي دايركشنال داتا ترانسفير، يعني من السندر من الماستر للسليف او من السليف للماستر، يعني ريد او رايت. بعد كل بايت بيحصل عندي اكنولجمنت او نيجاتيف اكنولجمنت، اجين بعد كل بايت وبعد الادرس بيجي لي اكنولجمنت يا اما بوزيتيف اكنولجمنت يا اما نيجاتيف اكنولجمنت. يعني ايه نيجاتيف اكنولجمنت؟ يعني البايت دي فيها غلط ما استقبلتهاش حصل حاجه اوكي. وكان بيقول لي مفيش فيكسد لينث للترانسفير، على عكس مثلا الار اس 232 كان 7 او 8 بيتس بس، هنا كان بيقول لي 1023 في اليو اس بي، لكن هنا مش محدد لي اللينث، تبعت بايت 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 لغايه ما بتخلص. لا هنشوف الحاجات دي دلوقتي، عندي ستارت واند في الاول وفي الاخر بس بينهم بايت اكنولجمنت بايت اكنولجمنت بايت اكنولجمنت. فايتس ترو مالتي ماستر كابابيليتي وكلهم سينكرونايزد عن طريق ان في كلوك سيجنال دخل عليهم كلهم، او ممكن الماستر هو اللي جنريت الكلوك ليهم كلهم، وفي ويل ديفايند اربيتريشن بروسيدجر. وانا الترانسميشن سبيد في الكلاسيكال كان 100 كيلو هرتز وبعد كده بقت 400 وبعد كده بقت 3.4، ودي اللاين كاباسيتنس وادي الكاركترستكس بتاعته. انا عندي ماستر وعندي سليف، دي الفانكشنز بتاعت الماستر والفانكشنز بتاعت السليف. الماستر اللي هو بيعمله بينيشيت الترانسفير، يعني ايه بينيشيت الترانسفير؟ بيجنريت الستارت كونديشن اوكي. فبصوا اسمها ستارت كونديشن مش ستارت بيتس مش اوكي. وبرده هو اللي بيترمينيت الترانزاكشن عن طريق ان هو بيجنريت الستوب كونديشن، هو اللي بيجنريت الكلوك وبيدخلها للديفايسز كلها، بيترانسميت السليف ادرس اكسبكتد، وبيحدد هي رايت ولا ريد. ده زي اي ماستر في الدنيا. السليف بيرسبوند اونلي وين ادرس، يعني لما حد بيكلمني بيقول لي ادرس ده برد عليه بدي له اكنولجمنت بقول له يا فندم انا موجود اوكي.
والتايمينج اجين از كنترولد باي ذا كلوك لاين اللي بيعمله جنريشن الماستر. وده كونفيجريشن اكزامبل بسيط جدا. هنا عندي كام ماستر؟ لا عندي اثنين ماسترز، الكنترولر اللي فوق والكنترولر اللي تحت، واللي تحت دول كلهم غالبا مش بيجنريتوا كلوك، لكن الكنترولر ممكن يجنريت لي كلوك. فالاثنين اللي فوق دول ماسترز، والاربعه الباقيين دول سليفز. اهم حاجه تعرف ماستر ولا سليف بيجنريت كلوك ولا لا. انا لما هجنريت الكلوك اللي هتكلم بيها معاك او هنبين نتكلم، لازم ابعت لك واحد صفر واحد، او ابعت لك الكلوك على الكلوك لاين علشان تظبط الكلوك بتاعتك لوكالي على الكلوك بتاعتي كماستر. تمام. وليه مفتوح الدايره دي؟ ليه مفتوحه؟ هل كنت ينفع اقفلها؟ كانت هتبقى شورت سيركت. اوكي. بس انا بعت لك الادرس، فانت بس هترد عليا. وكلهم سمعوا نفس، كلهم سمعوا نفس الداتا. طيب مركزين؟ افندم؟ طيب خلينا نتكلم فيها لوحدينا عشان ما نضيعش وقت، عشان دي انا قصه كده. طب تعالوا نبص بس في الحته اللي هي دي، عشان الحته دي مهمه جدا بقى. دي حكايه الكونديشنز وايه اللي بيحصل لما ببعت داتا وايه اللي بيحصل لما ما ببعتش داتا. كاتب لي هنا بيقول لي لو عايز ابعت بيت اوف داتا، بيقول لي في النورمال داتا ترانسفير ذا داتا لاين اونلي تشينجز ستيت وين ذا كلوك از لو. معنى الجمله دي ايه؟ الكلوك هاي لو هاي لو هاي لو، حد عنده اختلاف؟ دي الكلوك. يعني ايه؟ بيقول لي لو عايز تبعت داتا ترانسفير ذا داتا لاين اونلي تشينجز ستيت وين ذا كلوك از لو. ومرسومه قدامكم اهي. دي معناها الداتا ترانسفير بيحصل في اللو ولا في الهاي؟ في الهاي. مسموح لك تغير من هاي للو او من لو لهاي في الداتا، بس لما الكلوك تبقى ايه؟ تبقى لو. بص هنا بس مسموح لك انك تغير تخش على البيت اللي بعديه، لكن لازم والكلوك هاي لازم تبقى ايه؟ تبقى الداتا ستيبل. فهمنا الحكايه دي؟ اعيد الناس اللي ورا تاني اللي استنى يا فندم. هو جاب سيت ايدج دلوقتي، قال لك عايزه تغيري الداتا بتاعتي غيريها وانا لو ككلوك، بس المهم تخلي لي طول ما انا هاي خلي الداتا بتاعتك ثابته ما تتغيرش. تمام. طب لو انا في مرحله ما من الترانسميشن طلعت في دماغي وعملت ترانزيشن هنا والكلوك هاي، دي اكيد مش داتا، دي حاجه غريبه صح؟ ان احنا اتفقنا والكلوك هاي الداتا لاين لازم يبقى ايه؟ يبقى ثابت. اكوردنجلي عرفوا الستارت والستوب كونديشنز على النوم ترانزيشن على الداتا لاين وايل الكلوك از ايه؟ از هاي. فالترانزيشن ذا داتا لاين وايل ذا كلوك لاين از هاي از ديفايند از ايذر ا ستارت اور ا ستوب كونديشن. اللي بيعمل لهم جنريشن مين؟ الماستر. وانا وانس حصل عندي ترانزيشن والكلوك هاي يبقى ده ستارت، حصل عندي ترانزيشن والكلوك هاي تاني يبقى ده الستوب. يعني احنا اتفقنا انا مش معرف لك طول الباك، انت بتقعد مستني، بتقعد تمونيتور ايه؟
امتى حصل عندك ترانزيشن على الداتا لاين والكلوك هاي اللي هي بتحصل امتى عندي؟ لا ستارت لا ستوب. واي ستارت لازم يبقى ورا ايه؟ ستوب. ستارت ستوب ستارت ستوب ستارت ستوب. اتلخبطتوا صح؟ اعيد تاني؟ اعيد تاني. حاضر. الديفولت ديورنج الكلوك هاي الداتا بتبقى ثابته ومسموح لك تقلب انت الباك اب بتاعتك يبقى 1 0 1 0 بتقعد تالترنيت. فلما تحب تالترنيت اعمل الترانزيشن دي والكلوك لو. فانت مش مسموح لك تعمل ترانزيشن والكلوك هاي ابدا في الداتا لاين الا لو عايز تانديكيت كماستر بدايه باكت او نهايه باكت. تمام. شكلي بوظته لك. خليه معاك فندم. افندم لوجيكلي سبيكينج كلامك صح بس احتمال ان يحصل عندك نويز في الباص ده قليل. بس لو حصل اكيد السوفت وير مكتوب ان هو يهندل السيتويشنز اللي زي كده. سؤال اتفقنا ان الادريسنج لما بيبقوا 7 بيتس او 10 بيتس. الادريسيز اللي اولهم 4 اصفار او 4 وحايد ليهم معنى معين. لو عندي 7 اصفار ده جنرال كود دي للناس كلها مش لسليف معين. مثلا ببوت مثلا او بعمل حاجه بكونفيجر الناس كلها في الاول او في الاخر بريستارت. مش محتاجين تخشوا في تفاصيل الحاجات دي اللي هنستخدمها موجوده عنده في الداتا شيت بتاعته. ان الادريسيز في حبه منهم محجوزين لهم استخدامات خاصه وفي الادريسيز اللي هم اولهم 4 اصفار او 4 وحايد دول ليهم سبيشال يوزج. فاول بايت في الترانسفير ببعت فيها السبع بيتس بتوع السليف ادرس. اوكي. الموست سيجنيفيكانت هي الاول واخر واحده ببعتها ليست سيجنيفيكانت ببعت بعديها هي ريد ولا رايت. ف سليف ريتن تو باي الماستر لو هي زيرو يبقى الماستر بيكتب فيه السليف. عشان كده كاتب لك ان الرايت عليها بار لو هي واحد يبقى بريد. السليف ريد باي الماستر. الاك از جنريتد باي ذا سليف هوز ادرس هاز بين اوتبوت. دي اكني بقول له افندم انا موجود انا عرفت انت عايز تكلمني وانا جاهز ان استقبل تكتب او تستقبل مني. دي بس كده ذكرناها السلامه اللي في الاول كده ان احنا بنظبط مع بعضينا. انا انت جاهز؟ ايوه انا جاهز. انا ريد ولا رايت هبتدي كده داتا ترانسفير. هنا بيقول لي الكونكشنز الماستر ممكن يترانسميت بس يعني يبقى سمبلكس كوميونيكيشن. ممكن يبقى دوبلكس يبقى سندر يبقى ترانسميتر وريسيفر. السليف ممكن يبقى ريسيفر بس ممكن يبقى ريسيفر وترانسميتر لو بتكلم في دوبلكس كوميونيكيشن. الاكنولجمنتس الماستر والسليف ريسيفرز بيبول الداتا لاين لو فور 1 كلوك بلس افتر ذا ريسبشن اوف ا بايت. يعني ما يهمنيش بقى انا ماستر ولا سليف. انا دلوقتي بتكلم على ريسيفر عشان اقول لك ان انا تمام ببول الداتا لاين لو فور 1 كلوك سايكل عشان انديكيت ان انا كله تمام او ان انا خلصت خلاص الداتا بتاعتي. الماستر بيبعت بايت وبعد كده يسيب الباص وبعد كده يستنى الاكنولجمنت. نعم. الماستر بيبعت بايت وبعد كده يسيب الباص وبعد كده يستنى الاكنولجمنت. اه الباشمهندس قال حاجه مهمه جدا. انا بعت الباكت خلاص بعد كده بقلب من الترانسميت مود للريسيف مود ببقى مستني مين؟ نجي لي اكنولجمنت. واحنا قلنا يا اما هبعت لك بص الاكنولجمنت يا اما هبعت لك نيتف اكنولجمنت.
فانا كده كده هيجي لي اكنولجمنت، ما عنديش اوبشن تالت مش هيجي لي حاجه. فانت كريسيفر هتبعت لي لا بوست بلانك ده، وكده هقرر هعمل ايه بيز ده انت بعته لي. هو كده ده لازم يبقى دوت بيكس بقى لو بتكلم هنا. لا حتى لو ترانسميتر قول لي انا بعد ما هبعت لك الداتا هقلب تاني عشان اشوف انت هتبعت لي اك ولا لا، بس مش مستني منك انت داتا، انت بس هتبعت لي بس اكنولجمنت. لو بتكلم على ترانسميت وريسيف وريسيف وترانسميت وريسيف او ترانسميت بس بتكلم على داتا، لكن كده كده لازم في اكنولجمنت. الماستر عايز يقرا الريسيف اروح بعت الادرس بعد كده استنى الاكنولجمنت يبعتها بعد كده داتا، استنى الاكنولجمنت دلوقتي عايز اقرا هبعت لك اقول لك ان هي ريد. اوكي هبعت لي الداتا وهبعت لك اكنولجمنت. اللي بيعمل اكنولجمنت اللي بيريسيف الداتا. اوكي طيب يا فندم لو الداتا لو انت مثلا ده ايوه يا فندم لا الاكنولجمنت دي كنترول باكت او دي كنترول انفورميشن، دي حاجه بس بتساعد الكونكشن هو يحصل. ايوه بس هل هي اكتوال داتا؟ هل دي حاجه يوسفول ولا دي حاجه كنترول؟ انا قلت لك انا رايت ولا ريد، وقلت لك في الاول انا ترانسميت بس ولا ترانسميت ريسيف. اتفقنا في الاول اتفاق معين في الكنترول، مش قلنا في الاول انا في سوفت وير بكونفيجر بيه الباص، بكونفيجر بيه التو ديفايس، ايه اللي هيحصل بالظبط ما بينهم؟ اتفقنا ان الكورس ده تركيزه كله هاردوير، بس في سوفت وير تاني بيكونترول الحاجات دي. لما هتشتغل في البروجكت وكده هتكونفيجر السوفت وير بتاعك، هيبقى عندك ارتوس او ريل تايم اوبريتنج سيستم هتكونترول بيه الحاجات دي كلها. طيب فدلوقتي انا باكنولج كل بايت اوكي او باكنولج كل باكت، اخر بايت ليه اكنولجمنت لوحديها عشان اقول لك ان انا كمان خلصت الكومبو ده كله على بعضه. فالماستر ريسيفر ليفز الداتا لاين هاي افتر ذا ريسيف ذا ريسيت اوف اللاست بايت ريكويستد، لكن السليف ريسيفر بيليف الداتا لاين هاي اون ذا بايت فولوينج ذا لاست بايت ات كان اكسبت، عشان اقول ان خلاص خلصنا الكوميونيكيشن. فالدو كونديشنز دول يعني عندي كونديشن على البايت بايت، وعندي كونديشن كمان في الاخر خالص ان انا خلاص خلصت الباكت بتاعتي. نعم؟ انا لسه ما جبتش السيت النيجاتيف، انا بقول لك شكل الاكنولجمنت البوزيتيف شكلها عامل ازاي؟ في الباكتس العاديه في الباك في البايتس العاديه بتبقى لو فور 1 كلوك سايكل، في اخر بايت بعد ما بعمل اكنولجمنت اخر بايت بخليها هاي الاكنولجمنت بتاعت الاخر. الاكنولجمنت بتبقى الداتا لاين عليها هاي، انا ما عنديش لاين اسمه اكنولجمنت، هو بيبات على الداتا بس تو انديكيت ان اكنولجمنت، لما بخليها هاي لما بخليها لو في كل البايتس، لما بخليها هاي في اخر بايت بس. الاكنولجمنتس بتاعتي انا عندي اربع انواع من الاكنولجمنتس، واحده من السليف للماستر ترانسميتر، يعني الماستر ترانسميتر والسليف هو الريسيفر. فالسليف بيبعت اكنولجمنت بعد ما يكوركتلي ريسيف الادرس او بعد كل بايت از ريسيفد كوركتلي. طيب لو السليف هو الترانسميتر والماستر هو الريسيفر، هنا بيقول لي الستاندرد قال ان مش هيبعت ابدا. اللي بيجنريت الاكس هو في الحاله دي الماستر ان هو الريسيفر، زي ما قلنا اللي بياخد الداتا هو اللي بيجنريت الاكس. الماستر ترانسميتر للسليف نيفر، ان السليف بيجنريت الاكس فروم ماستر ريسيفر تو السليف الافتر داتا بايت ريسيفد كوركتلي. النيجاتيف النيجاتيف اكنولجمنت عباره ان الريسيفر بيليف الداتا لاين هاي فور 1 كلوك بالس افتر ذا ريسيت اوف ذا بايت. ودي الكونديشنز بتاعتها بلاش نوجع دماغنا. انا اللي يهمني هو
الداتا ترانسفير بقى بيحصل ازاي على الباص. ده اللي احنا عايزين نركز فيه. الاكنولجمنت هي معقده شويه عشان عندي كذا كونديشن، مين السندر ومين الريسيفر، وده بيبقى في اول بايت ولا البايتس اللي بعد كده، دي بوزيتيف ولا نيجاتيف. لما تروحي في السلايدز اقريها، بس هي بتختلف من كذا حاجه ومش مطالب انت تحفظيه او تبقي عارفاها. انا اللي يهمني تعرفيه ان انا لازم بعد كل بايت ببقى عندي بوزيتيف اكنولجمنت اللي هي بتبقى لو، لو في مشكله بتبقى هاي. لو البايت دي فيها مشكله ببعت لك في الكلوك سايكل اللي هي بتاعت الكلوك بتاعت الاكنولجمنت، ببعت لك الداتا لاين بيبقى عليه هاي. هما بيبقوا متفقين ازاي دي في النص ولا دي اخر بايت، ان هيبقى بعديها ستوب كونديشن ولا لا. لو بعديها ستوب كونديشن يبقى دي اخر بايت، لو مش بعديها ستوب كونديشن اوكي. وغالبا لو حصل عندي ايرور بيترمينيت الباكت وبيشوف هيعمل فيها ايه تاني. دي تفاصيل مش عايز اخش في تفاصيلها قوي، انا اللي يهمني هو ده. الداتا ترانسفير اي تو سي باس بيبتدي بستارت كونديشن، اللي هو عباره عن ايه الستارت كونديشن؟ ان حصل ترانزيشن على الداتا لاين وايل كلوك ايه؟ وايل كلوك هاي. اول حاجه بتتبعت هي ايه؟ 7 بيتس اللي هم السليب ادرس، وبعد كده اكنولجمنت اللي هي الاكتيف لو. اوكي بعد كده ببعت اول بايت، ثاني بايت، ثالث بايت، وبعد كل بايت ببعت اكنولجمنت بتاعتها على حسب هي بوزيتيف ولا نيجاتيف مش مشكله. واخر واحده بعمل لها الستوب كونديشن بتاعها، سوري بعمل لها الاكنولجمنت بتاعتها، وبعد كده بيبقى عندي الستوب كونديشن بتاعي اللي هو ترانزيشن during الكلوك. الكلوك تبقى هاي. يا فندم هي هي باي ذا واي هي هي اوكي. لو او هاي ديبندنج انت بوست في اكنولوجمنت وهنا في اكنولوجمنت. اوكي يعني دي الاكنولوجمنت دي انت بتقول لي هي هاي ولا لو، هي بوست في اكنولوجمنت وهنا في اكنولوجمنت. لو هي بوست في اكنولوجمنت هتبقى زي الاولانيه دي هتبقى لو، لو هي نيجاتيف اكنولوجمنت هتبقى هاي. طب وايه الاخير ده؟ ده الاكنولوجمنت بتاع اخر بايت في الباكت اللي هي لازم تبقى لو. اوكي واللي بعديها يا فندم حرام عليك يا باشمهندس. نرجع للسلايد يا باشمهندس. لازم تبقى هاي صح. اللي تحت ده الكلوك، بس اللي فوق دي هي اللي بتقول لك انت عندك صح عندك حاجه يا باشمهندس. اللي فوق دي بتقول لك هي هاي ولا لو، برضه نيجاتيف ان هي بوسيبلي اكنولجد ولا نيجاتيف اكنولجد. الباكت كلها والفريم كله صح ولا غلط. يا فندم فندم يعني هو يسيبها هاي اثناء هو بيبعت الداتا؟ لا بعد ما يخلص بيقول له بخلي هاي ان هو كده مش هيبعت لي حاجه جديده. انا لما ببعت اكنولجمنت السندر عمره ما بيبعت لك حاجه. ده المصدر والمسلك هم متفقين مع بعضيهم. شباب بصوا يا شباب عشان بس انا اتلخبطت وانتوا هتتلخبطوا كده، انا مش مطالبكم تعرفوا الكونديشن بتاع هاي ولو عامل ازاي، مين هاي ومين لو، ان هو بيديبند انت بوست اكنولجمنت وبعدين تبقى اكنولجمنت.
لو هجيبها لكم في الامتحان هقول لك لو بوزيتيف هتبقى دي هاي ودي في الاولانيه تبقى ان هم عندي كذا كونديشن. عندي اللي هي بتاعه البوزيتيف اكنولجمنت بتاعه البايتس العاديه دي بتبقى لو. البايتس العاديه النيجاتيف اكنولجمنت تبقى هاي. العكس في اللي هي اخر واحده اللي تبقى اخر بايت عندي في الباكت. فمش عايزين انا اتلخبطت انتوا تتلخبطوا فما توقعوش ان امتحانكم فيها. اوكي انا اللي يهمني حاجه زي دي ممكن حد يشرحها لي؟ دي ريحنا دماغنا خالص من حكايه مين هاي ومين لو. انا هو ده اللي يهمني. الاول بيبقى عندي الستارت وهنا بتكلم حاجه رايحه من الماستر والابيض حاجه السليف بعتها لي. فهنا الماستر هيبعت ستارت كونديشن بعد كده اللي هيبعت له السليف ادرس بعد كده هقول لك هي ريد ولا رايت. وهنا هو باعت زيرو يعني عايز يرايت. بعد كده السليف هرد عليه باكنولجمنت يقول لك انا تمام انا موجود. بعد كده هبعت لك اول داتا اول بايت اكنولجمنت داتا نيجاتيف اكنولجمنت وبعد ما بخلص بروح باعت الستوب كونديشن. فندم ماشي اعتبرها كده النيجاتيف الطبيعي بتاعه الصح تعمل الاثنين بتاكنولج اخر بتاكنولج البايت وكده بتاكنولج الفريم. المفروض زي كانت المرسومه هنا اثنين اكنولجمنت ورا بعضيه واحده للبايت واحده للفريم. دي الحاجه اللي انت عايز تبعتها بقى. بعد كل بايت في اكنولجمنت وبعد الباكت كلها في اكنولجمنت. نعم عامل زي ريدي. لا انا باكنولج البايت دي سليمه ولا فيها مشكله. السوفت وير بقى يقول لك هري ترانسميت هعمل فيها ايه. دي مشكله ثانيه. انا بقول لك البايت اللي اتكتبت او اتقرت دي سليمه ولا مش سليمه. لا 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 خالص. انت الثانيه الريدي دي بتقول لك استنى ما تبعتليش حاجه جديده دلوقتي. لكن هنا لو حط نيجاتيف اكنولجمنت هقول لك لا ابعتها ثاني مثلا على حسب السوفت وير ري ترانسميت. اوكي دي هنا عباره عن ريد اوبريشن. فبرضه الماستر هيعمل الستارت كونديشن هيبعت الادرس بتاع السليف هيقول لك ان هي واحد ان هي ريد. هيجي لي اكنولجمنت من الريسيفر. الريسيفر هيعمل ايه؟ هيبعت لي اول داتا انا هبعت له اكنولجمنت وهكذا وهكذا وهكذا. دكتور هو هنا مش فاهم سؤال. لا ان الترانسفير ده كان سليم ولا مش سليم. تمام هو لو سليم او مش سليم وفي تغير في تمام. طب هو يفرق ان هي شكل البايت او السيجنال اللي بتاعه سواء هو سليم يعني نعرف منين شكل السيجنال هي مش كام صح ولا بران عليها حاجه بعرف اللي حصل فيها. انا في الحالتين سواء هو تم صح او غلط انا هبعت لو سيجنال هبعت زيرو. لا مش في الحالتين مش في الحالتين مش في الحالتين. افرض ان حصل اي مشكله حصل جليتش على الباص حصل حاجه ما عرفتش اقراها. يعني المصدر يعرف ازاي دلوقتي ان تم صح ولا لا. انا بتكلم على الريسيفر بيريسيف داتا هيقدر يعرف هو عمل لها كابتشرنج صح الحاجه اللي موجوده دي حاجه سليمه ولا مش حاجه سليمه. واكوردنج هبعت لك اكنولجمنت ليك كترانسميتر. السيجنال اللي بتتبعت للترانسميتر هي عباره عن لو سيجنال 1 بت فيها او هاي سيجنال لا حسب اللي حصل ايه حسب ان انت البيت دي عملت لها كابتشر عملت لها لاتش ولا ما لحقتش ولا الكونكشن كان فيه مشكله حصل مشكله في البايت ولا ما حصلش فيها مشكله في البايت. لو ما حصلش مشكله هتخليها لو. لو حصل مشكله يعني انا لو يبقى ده كده بروسيس تم سليم. لو بعته وانا ببعت الداتا العاديه هاي يبقى كده ده ممكن حصل مشكله. برضو بيقول لي ان ممكن يحصل عندي كومبايند فورمات يعني ممكن لنفس السليف ارايت واريد منه
في نفس الفريم، بس في الحاله دي ببعت الستارت كونديشن الادرس وبعد كده ريد رايت وبعد كده اكنولجمنت وبعد كده هنا بريد وبعد كده اكنولجمنت ونيجاتيف اكنولجمنت. بعد كده علشان افويد ان ريليز الباص ببعت ريبيتد ستارت كونديشن عشان افكر ان انا لسه اللي موجود، واروح بعت لك السليف تاني وابعت لك ريد او رايت. عايز اعكس، عايز اكمل تاني، عايز احجز الباص لفتره اكبر. بعد ما اخلص اول باكت بروح سوري لو انا عايز امد يعني الفتره بتاعتي. نعم ريبيتد ستارت دي هتتفهم ان هي انت مش ازاي بقى فرقها. الباشمهندس عنده سؤال حلو جدا، بيقول لي الريبيتد ستارت دي ممكن تتفهم ان هي اند كونديشن. هعرف ازاي ان هي مش اند كونديشن؟ عشان هلاقي بعدها السليب ادرس، هلاقي بعديها في ديتا على طول مبعوته، مش هلاقي ان الدنيا عندي. يا فندم لو كنت هبعت كذا باكت ورا بعضيهم هيبقى ستارت، واللي ورا الثانيه هتبقى ستوب، ورا اللي وراها هتبقى ستارت على طول. لكن انا هلاقي وراها في ديتا في ادرس حاجه بتتباع تاني. في اجهزه كتير قوي بتشتغل دلوقتي بالاي تو سي ديفايسز زي الاي دي سي ايز، الباس كنترولرز، الباس ريبيترز، كل الحاجات اللي موجوده عندكم دول. يا فندم ان هو هيلاقي في اثنين ترانزيشن، في اثنين داتا باس، في اثنين كلوك سايكل هاي، ولا واحده بس؟ مش ديفرنشال خالص. انا عندي قلنا ان بيبقى عندي الستارت او الستوب بيبقى ترانزيشن والكلوك هاي، فده اللي هيلاقي. لا اللي بعديها الكلوك كانت هاي وما حصلش فيها ترانزيشن، هيعرف ان دي ديتا. يا جماعه والله شفت وير بيكنترول الحاجات دي كلها. بقى موجود في التليكوم ديفايسز، في الداتا بروسيسنج، في انستروميشن، في اوتوموتيف، بقى منتشر في حاجات كتير قوي الاي تو سي باس، بقى حتى في التي فيز كل الحاجات دلوقتي بقى فيها اي تو سي باس. طب عشان نخلص السلايد سيت دي، احنا دلوقتي خدنا الامبا باس، خدنا اليو اس بي، الار اس 232، وخدنا الاي تو سي. ده مش معناه ان هم دول باصات الموجوده، في باصات كتيره جدا، وفي اكسبانشن سلوتس كتيره، في ديسك انترفيسز، اكسترنال انترفيسز، في كميه باصات وانترفيسز مهوله. اللي انا عملته معاكم اديت لكم بس اوفر فيو او الفكره العامه او بعض الافكار العامه للباصات. ده ما يمنعش ان في عشرات من الباصز. لو حد فيكم فتح مذر بورد كل واحده من دول ليها ستاندرد وليها باص مختلف، لو حد فتح كمبيوتر كل واحده منها ليها باص وليها دنيتها. الديسك انترفيسز على جنريشنز بتاعتها كلها، كل واحده ليها ستاندرد وليها باص. اي بليف باللي احنا خدناه، لو حد في الشغل طلب منكم تقروا الباص سبيسيفيكيشنز هتفهموا شويه الباص ده بيعمل ايه. فاحنا هنا في السلايد سيت دي اتكلمنا على الباصز اللي هي بتكونكت الديفرنت كومبوننتس للكمبيوتر سيستم. البارالل باص ار سوتابل فور هاي سبيد شورت رينج ابلكيشنز زي الاون تشيب انتركونكتس. السيريال باص ار سوتابل فور لو سبيد لونج رينج ابلكيشن ساتش از الاوف تشيب انتركونكت. الكوميونيكيشن ممكن يبقى سينكرونس او اسينكرونس. تمام؟ نبتدي بقى في الجزء الثاني من الكورس اللي هو الانترفيسنج، اللي هو برضو مهم ليكم جدا في الجي بيز بتاعتكم، مهم ليكم في الشغل بعد كده ان شاء الله. يعني ايه انترفيسنج؟ قول انت يا باشمهندس زعلان قوي، قول بس ايه حكايه الانترفيسنج؟ يعني ايه انترفيسنج؟ كنا بنتكلم جوه الكمبيوتر سيستم، انا كل ده كنت بوصل كومبوننتس الكمبيوتر سيستم ببعضيها. في حاجه اسمها نتوركينج،
دي بوصل كمبيوتر سيستم كمبيوتر سيستم تاني هناخدوها مع دكتور خالد السنه الجايه مالناش دعوه برضو بيها. يعني الانتر كونكت بكونكت كومبوننتس الكمبيوتر سيستم مع بعضيها جوه الكمبيوتر جوه الكيسه على الـ على البريد بورد على البي سي بي. نعم بس ممكن توصل كمبيوتر بهارد ديسك لو عندك ابل اللي هو الاير بتوصل بتوصله باليو اس بي ده بتوصل كومبوننت بالكمبيوتر سيستم وليه استخدامات تانية برضه بس مش نتورك مش بتوصل نتورك تبعت اف تي بي مثلا فايل او مش دعوه نتورك بروتوكول ده بوينت تو بوينت بتوصل كومبوننت بكومبوننت او كومبوننت بكمبيوتر. اوكي ايه بقى حكايه الانترفيسنج ايه بقى انترفيسنج اتفضل. طب وايه المشكله اللي هنا؟ الباشمهندس بيقول الانترفيسنج بخلي الكمبيوتر يتواصل مع العالم الخارجي كلامه صح 100% بس ايه المشكله عندي هنا اللي خلاني اقول ان ده حاجه مختلفه عن كل الحاجات اللي فاتت دي؟ هذا عايز يقول حاجه ثانيه؟ الباشمهندس بيقول ان الدنيا دي كلها انالوج ولا ديجيتال؟ الكمبيوتر سيستم ديجيتال. ابسط انترفيسنج سيركت كلنا استخدمناه هي ايه؟ كارت الصوت اللي في الكمبيوتر بتاعنا بيحول الصوت بتاعي لحاجه ديجيتال بيعمل لها بروسيسنج او لو عايز اسمع موسيقى بياخد الفايل الام بي 3 اللي موجود على الكمبيوتر عندي يحوله لي لصوت انالوج انا بسمعه. ده ابسط انترفيسنج سيركت في الدنيا. لو حد فيكم خرج هنا دلوقتي وانتوا خارجين عدوا من الباب ده هتلاقوا النور راح منور. حد جرب الاكسبيرينس دي؟ ايه الحكايه هنا؟ في سنسور؟ السنسور ده بيسنس ايه؟ الموشن بتاعتي ده بي اي اي بي اي ار لو الانفراريد سنسور هيروح اديتكت ان فيه هيومن هيروح مكلم المايكرو كنترولر المايكرو كنترولر هيروح منور اللمبه فهو ده الانترفيسنج باخد بميجر حاجه هو لا ديجيتال باخد عليها قرار فالقرار يعني تو واي باخد من الانفايرمنت للكمبيوتر سيستم وبعد كده خدت قرار ديجيتال هرجع امبلمنته تاني نورت اللمبه لو عندي حاجه تمبريتشر سنسور هيميجر التمبريتشر وعلى اساسها هعلي او اوطي التكييف محتاج موتور ستيبر موتور ولا حاجه هتعملوه في مشاريع التخرج بتاعتكم او حاجات زي كده هتزود او تعلي حاجه فدي هتحولها لانالوج سيجنال تاني فعشان كده الانترفيسنج باي دايركشنال بتحول من انالوج لديجيتال وبعد كده على حسب الابلكيشن من ديجيتال لانالوج. الاي او تي كله مبني على الكلام ده انك بتسنس حاجه في الانفايرمنت بسنسورز تبعتها على الانترنت او على الكلاود تعمل لها بروسيسنج او ماشين ليرنينج او وات ايفر بعد كده تاخد اكشن بيزد على الديسيجن بتاعك. اوكي فحد عنده اي استفسار؟ فاحنا الجزء الاولاني كنا بنتكلم جوه البلوك ده الرسمه اللي شفناها قبل كده. النهارده بقى هنحاول نخلي البلوك ده يتكلم مع الفيزيكال وورد اللي هو الانالوج. مش هخلي الكمبيوتر يتكلم مع الكمبيوتر. ده الجينيريك بلوك دايجرام لاي اي او تي سيستم، لاي انترفيسنج سيستم، لاي ينفع لكارت الصوت بتاعكم، ينفع لاي سيستم بيعمل انترفيسنج. انا عندي هنا الفيزيكال انفايرمنت وعندي هنا الديجيتال سيستم. كمبيوتر مايكرو كنترولر وات ايفر اللي موجود عندي. اللي بيحصل عندي هو ايه؟ اول حاجه في سنسور. البتاع ده عباره عن سنسور. صح ولا غلط؟ ازاي ده سنسور؟ خد صوتي اللي هو عباره عن ميكانيكال انرجي تضغطات تخلخلات في الهواء. فينا البتاع اللي هو الكربون ده مش عارف ايه حولها لي الالكتريكال سيجنال لكرنت. الكرنت ده هيخش على
الكمبيوتر سيستم هيحصل له ايه؟ سامبلينج، هاخد سامبل هحوله للديجيتال. اول خطوه بعملها باخد سامبلينج، بعد كده بعمل كوانتايزيشن بقربها ليفلز معينه، وبعد كده بقول الليفل ده ليه كود 110001 او ما يسمى بالانالوج تو ديجيتال كونفرجن. فالسنسور بيحول لي الفيزيكال كوانتيتي من صوره لالكتريكال فورمات، ساعات بيسموه ترانسديوسر، هو بيحول من فورمات لفورمات، من ميكانيكال لالكتريكال، بس ده مش ديجيتال خالص، ده ستيل انالوج. وانس اني دخلته على الاي دي سي او الانالوج ديجيتال كونفرتر، حوله لي لبيت باترن، هيخش على الكمبيوتر، عمل له بروسيسنج، عمل له حسن الصوت، عمل كومبريشن، عمل وات ايفر، خد قرار من السنسور. وخلي بالكم احنا اليومين دول بقى عندنا مليونز اوف سنسورز، عندي سنسورز بيقيس كل حاجه، البلاد بريشر، العربيه فيها 1000 سنسور، كل حاجه دلوقتي بقت عباره عن سنسورز. الحاجه دي حتى على الكمبيوتر عملت لها بروسيسنج، عملت الجوريثم كومبليكيتد، باخد ديسيجن او عايز اعمل اكشن بطلعها بديجيتال فورمات، فمحتاج لها ديجيتال تو انالوج كونفرجن علشان اكنترول موتور، علشان افتح فالف، علشان اعمل اي حاجه بيزد على الديسيجن اللي انا اخدته، عشان اطلع الصوت عشان حد يسمعه وارجع احوله تاني لديجيتال تو انالوج كونفرجن. وده براكتيكال اكزامبل اللي هو الهوم كنترول سيستمز، كنت بتعملوها في مشاريع التخرج قوي زمان، تحط تمبريتشر سنسور، هيوميديتي سنسور، لايت سنسور، وتحطه على الاي دي سي وتدخله على المايكرو كنترولر، يبقى عندك ديسبلاي، ويبقى عندك كيباد، وكده عندك حاجه بتكنترول الفان، حاجه بتعمل فريش اير فان، تعلي تظبط التكييف، ولايت كنترول. فده فيري سمبل اكزامبل. طبق ده على مثلا انا شغال شغلي كله في الزراعه، تطبيق الاي او تي في الزراعه، هتلاقي برضو عندي تمبريتشر سنسور وهيوميديتي سنسور، وعندي اندر جراوند سنسور، وحاجه بتقيس السولار راديشن، و10000 سنسور، بدخلهم على الكنترولر، باخد قرار مثلا ان هيحصل عندي اوت بريك لمرض معين في النباتات، واكوردنج مثلا برش المبيدات الحشريه. طبق ده على اي سيستم، على عربيه، على اي حاجه، كله نفس الفورمات دي. فاهم حاجه فيه هو الانالوج تو ديجيتال والديجيتال تو انالوج. سؤال حضراتكم، هل خدتوهم في كورس الكترونكس؟ خدتوا الاي دي سي من جوه او الداك من جوه؟ اسامه طيب. انا هحاول اديكم بريفنج كالكترونكس شويه، انا مش بتاع الكترونكس، بتاع كوميونيكيشنز اصلا، بتاع نتوركس، بتاع اي او تي، بس هديكم كده فكره شويه على الهاردوير وعلى السوفت وير بتاع الاثنين. بس سؤالي للباشمهندس اللي ورا لابس تيشيرت سودا، نبتدي بالانالوج تو ديجيتال ولا بالديجيتال تو انالوج؟ انالوج ديجيتال. هو مين الاسهل فيهم؟ اللي بيقول الانالوج تو ديجيتال اسهل يرفع ايده، اللي بيقول الديجيتال تو انالوج اسهل يرفع ايده. الغالبيه كلامها صح. انت الاسهل ليك انك تمسك الحاجه الانالوج تعمل لها سامبلنج، تحاول تقربها لليفل معين، اوكي، ولا ان انت مديك حاجه 1110 تحوله لحاجه انالوج؟ اكيد انك تحول انالوج. ليه؟ ان انت عارف ان الليست سيجنيفيكانت دي بتقابل 2 تو ذا باور 0، والثانيه 2 تو ذا باور 1، الثالثه 2 تو ذا باور 2، وهكذا. فكل اللي محتاج تعمله هو ايه؟ تضرب كل قيمه من القيم دي في فاكتور، ولا هتعمل سامبلنج ولا اي حاجه خالص. زي ما نشوف بعد شويه، ده الاي دي سي جواه داك، جواه انا ديجيتال. فانا منطقي ان انا اشرح الاول الداك وبعد كده اشرح الاي دي سي. لا انت دي ربع ساعه متاخر دكتور، احنا محتاجين نقف بره حضراتكم والكمبيوتر والحاجات دي كلها. انا عندي ميتنج الا ربع، فانا هخلص الا ربع، ما تعطلونيش اكتر من كده. فالديجيتال انالوج كونفرجن بكونفرت باينري نمبر للايكويفالنت فولتج بتاعه. الداك موجود في ديجيتال كنترولد جينز، في الموتور سبيد كنترولرز، البروجرامر جيت كنترولر، امبليفايرز، اي حاجه بابلاي ليها ديجيتال انبوت واحولها لانالوج سيجنال بروبوشنال للديجيتال انبوت اللي جاي لي ده. عندي اثنين ابروتشز اساسيين،
حاجة اسمها الـ Weighted Summing Amplifier وحاجة اسمها الـ R2R. متأكدين ما خدتهمش؟ تحقوا عليا، قلت لك يا أسامة. أوكي، الفكرتين بتوعهم بيضاوي قريبين من بعضهم. الفكرتين ببساطة انها بيبقى عندي اوب ام وعندي فيدباك ريزيستنس، وده الانبوت وده الاوتبوت، مش كده؟ ايه العلاقة بين الانبوت والاوتبوت؟ صح؟ كان ده 500,000 مرة. الفرق بقى في الاثنين دول، انا هنا ما عنديش انبوت واحد، انا عندي مجموعة من الانبوتس. صح؟ عندي البيت الاولانية، البيت الثانية، البيت لغاية البيت الاخيرة. فبحط هنا نتورك من الريزيستنسز. اوكي؟ بس نفس الايكويشن موجودة. الفكره بقى اني بختار الريزيستنسز دي او النتورك دي بحيث ان هي تعمل لي حكايه الويت. يعني عايز البيت 0 تضرب مثلا في 2 تو ذا باور 0 زائد البيت الاولانيه مضروبه في 2 تو ذا باور 1 زائد البيت الثانيه مضروبه في 2 تو ذا باور 2 زائد 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 زائد. لو عملت كده هيبقى الاوتبوت بروبورشنال للبيت باترن بتاعي ولا لا؟ دي الفكره العامه للاثنين. لو جينا نبص على السامنج ام الويتد سام، اللي بعمله اني بحط الريزيستنسز كل واحده ضعف اللي بعديها، او لو لتحت هي الليست سيجنيفيكانت كل واحده نص، اللي بيت 1 هتبقى نص، ربع، ثمن، وهكذا. ففي الحاله دي الفي اوت هيبقى ماينس في نود اللي هو بتاع اول بيت في ار اف على اكبر واحده، بعد كده زائد في 1 على ضعفها على على على. لو خدت الار اف هي اكبر واحده وخدتها كومن فاكتور، هيبقى الفي اوت على الفي بيت هيبقى بي نود زائد 2. ايه الايكويشن اللي انا عملتها هنا؟ ايه عيب الويتد سم؟ بيبقى عندي ليميت عدد البيتس، عشان لو انا عايز اعمل 10 بيتس محتاج الريشيو الاكبر ريزيستنس اصغر ريزيستنس تبقى 2 تو ذا باور 10، فده هيكبر لي الاريا بتاعت الداك، ومش هقدر ابقى بريسايز انف ان تبقى الضعف بالظبط، ان هنا الكونديشن عندي لازم يبقى ضعف اربع امثال تمام، لازم تبقى الريشيو دي مظبوطه عشان تبقى الويتس دي مظبوطه، فده مش براكتيكال قوي. كومبيرد بالنوع الثاني اللي هو اللادر، اللي هو بيبقى ار تو ار ار تو ار، فهنا ما عنديش ريزيستنس اللي هي الكبيره قوي دي، وسهل انا بالنسبه لي كالكترونكس اني اعمل ار و2 ار ار و2 ار ار و2 ار بالدوبنج، هقدر اكنترول ريشيو هي 1 ل 2 دي بسهوله، فايتس مور اكيوريت والاريا بتاعته اصغر، فمعظم هتلاقيه في السوق هتلاقيه من الار تو ار لادر. طيب ايه الرسمه اللي موجوده قدامكم دي؟ ايه الحته اللي موجوده هنا في الاول؟ ما دخلش الانبوت على الريزيستنس على طول، دخلها على سويتش. السويتش ده بيختار من كام لكام؟ من بي سي سي ومن الجراوند. ليه؟ عشان انا كالكترونكس اللي داخل لي ده ممكن تبقى لو انا الزيرو عندي ب 0 فولت وال1 ب 5 فولت، ما انتوا خدتوا في الالكترونكس التي تي ال ممكن من 0 ل 0.8 يبقى ده 0، وممكن من 2.7 لغايه 5 يبقى ايه؟ يبقى 1. فانا عشان اظبط بقى الريشيو وتبقى الدنيا تبقى يعني كلين فيرجن من ال1 وكلين فيرجن من الزيرو، هاخد من ال 5 فولت من في تي سي او من الزيرو على طول، يبقى 0 0 او 5 5. فعشان كده انا بستخدم السويتشز اللي موجوده عندي دي، ولو عملت ستيفنز روم رول هتقدروا تجيبوا الايكويشن بتاعتي اللي هي الريشيو بتاعتها برضو 2 0 2 4 8 وهكذا. طبعا ده مش علينا، ده كورس الكترونكس، وده شرح اللي انا قلته كله، الكومن جراوند والتي تي ال والكلام ده كله. حد عنده اي اسئله؟ احترم وقتي حتى لو انتوا ضحكتوا عليا في 10 دقايق.
المره الجايه اللي احنا هنعمله هناخد براكتيكال ابلكيشن او هناخد براكتيكال اي سي بيستخدموها في الانترفيسنج للداك، وهنعمل لها انترفيس ونكتب الكود بتاعها. ده اللي جاي في الامتحان. اوكي، فالحقوا راجعوا شويه الكلام ده وهنجنريت بيها سوتوس. وكده هنبص على الاي دي سي وانواعه. فالمحاضره الجايه انت عايزها برضه تبقى الصبحيه برضه نفس النظام. طب برضه قول للمعيد بقى ان هو المره الجايه يبقى موجود. وانا بالنسبه لي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي لا اللي بعده هديكم اخر محاضره. واستحملوني لو طولت شويه عشان عايز اخلصكم مره واحده. اوكي ماشي يا شباب، اشوفكم ان شاء الله بعد اسبوعين.